بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نتعلم مع بعض النهاردة مهارة جديدة، وهي مهارة دمج الخلايا في الجدول. هيتم الذهاب إلى الدوكيمنت المفروض إحنا شغالين عليه، ده الفايل اللي إحنا بنشتغل فيه على الجداول. لو حابين، طبعا إحنا في آخر مرة وقفنا إن إحنا حذفنا خلية، وكان الصف بالشكل قدامنا ده. دمج الخلايا ده معناه إن أنا أدمج دي مع دي مع دي مع دي، كلهم يبقوا خلية واحدة. لو أنا حابب أعمل الكلام ده، أعلم على الخلايا بتاعتي بالشكل ده، السحب والافلاد، عن طريق تحديد الخلايا بتاعتي عن طريق السحب والافلاد. ثم هيتم الذهاب الى تبويب تخطيط. هلاقي هنا طبعا الاوامر بتاعت الجدول كلها بالكامل. هقول له عايز اعمل دمج الخلايا اللي قدامك دي، فهضغط هنا دمج الخلايا. هلاقي عندي ان الخلية الصف بقى كله عبارة عن خلية واحدة، وبالتالي زي ما احنا شايفين اقدر هكتب فيه الحاجة اللي انا عايزها بشكل منفصل عن الخلايا الاخرى.